خبر له طبعا انه كتير بشتاق لبابا. كمان البابا ميت. وشو بتقلك الطابة لما بتقلها هيك؟ بتحسها بدها تقلي شيء بس ما مطمئن ما بتحكي هالدرجة كده. بدك اياها تحكي اوقات؟ اذا بتحكي ايه اوكي. قلت لي انت عمرك 4 سنين عم تلعب بالطابة، من اي عمر بلش شربل يعرف ان هو مختلف؟ من 5 سنين بلشت اسأل حالي وشوف حالي ليه بعيد غريب عن الناس، بس جات قلت هذا مشي بسكر طريق بحياتي، واتمنى كل واحد في شي بحياته عمله عاق ينساه ويكمل. شو اللي بيسليك اكثر شي غير الطابة؟ جورج خبز بيسليني بكل اوقاتي، ايوه بحب احضره كثير، يعني هو رفيقي الثاني تقريبا. بتعرفه؟ لا ما بتعرفه بعد. وكيف صاحبك لكن بسليك؟ لانه انا بحضر مسرحياته وبحبه، كل شيء ضحكته من تصرفاته بحبه. بتحسه رفيقك؟ ايه بس هو مش رفيقك. بس هو رفيق كل العالم. كم مسرحيه عندك انت لجورج خبيز؟ شي 25 26. عندك 25 سدي؟ السدي الواحد عندي كذا نسخة لقلو. كل مسرحية كم سدي عندك منها؟ شي 4 سديات. ليه؟ لشو بدك 4 من كل مسرحية؟ ما إذا انتزع واحد بحط الثاني، وإذا انتزع الثاني بحط الثالث. وإذا انتزعوا كلهم؟ لا فيهم شو. بروح بشتري غيره. إذا كنت قدامه لايف أنت؟ شو بتعمل؟ جن يعني بخوت بروح ببوسه بهمر وما بعرف شو بعمل. رح غمض لك عيونك. اوكي. وبدي اياك انا مغمض لك عيونك تتخيل شو احلى رسمه بدك تعملها اليوم. بدي اقول لك اياها؟ هلا بدي اغمض لك عيونك بدي اياك تفكر. اوكي. لما اقول لك توب بتفتح لي عيونك وبتقول لي. عم بتشوف؟ لا. شوي. ايه في ضوء، شايف اجريك من تحت. لكن ما مشي الحال. هيدي ربطة تانية. هيدي لونها سودا. هيدي مش شايف شي. بالمرة؟ بالمرة. عال هيك فيك تركز أكتر وتعرف شو معقول ترسم لنا اليوم. Thank you.